التي كانت مع سيدنا يونس في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تلك المعية التي كانت مع الخليل عندما وضعوه في المنجنيق وآتاه سيدنا جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: لا، أما إلى الله فحسبنا الله ونعم الوكيل. تلك المعية التي كانت مع سيدنا موسى عليه وعلى نبينا السلام وقومه يقولون له: يا موسى، البحر أمامنا وفرعون خلفنا، هنهلك، سنقتل، سندمر. فيرد عليهم سيدنا موسى بكل ثبات: كلا، إن معي ربي سيهدين. تلك المعية التي كانت مع أم موسى من قبل، امرأة في قمة ضعفها وفرعون في قمة بطشه يبحث عن ابنها ليقتله، فإذا بها ترفع القضية إلى من؟ إلى الله، إلى الله رب العالمين، وهو معكم أينما كنتم. فيأتيها الأمر الإلهي من الله: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه، بالله عليكم ماذا تصنع؟ ماذا تصنع إذا خافت الأم على صغيرها؟ تضمه إلى صدرها، تخبئه في مكان حتى لا يطلع عليه الأعداء. لا، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فينعمون، وينعمون فيشاهدون. اللهم اجعل مصر آمنة مستقرة، اجعلها يا رب سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.